السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أول شيء شكرا لكم بزاف على المشاهدة وعلى التعليق اللي كتكتبوا لي وعلى نشر الفيديوز ديالي. شكرا لكم بزاف، عجز اللسان عن شكركم، ويبقى لديكم أجر كبير عند الله عز وجل. قبل ما نبدأ خاصنا نتفقوا على واحد الحاجة، حنايا كلنا عندنا الحسد في القلب ديالنا، وهذا الحسد كيخرج من النقطة السوداء اللي عندنا في القلب ديالنا، وكاين اللي كيحارب هذه النقطة كيبقى كيحاربها حتى كتنعدم مرة، حتى كتنعدم ما كتبقاش مرة، وكاين اللي كيخليها تسيطر عليه. الحسد كاين والسبب ديالو حيت كاين ضعف الإيمان. مي كتكون القناعة بالقسمة اللي عطانا الله سبحانه وتعالى، وكيكون الإيمان إيمان بأن الله هو الرزاق هو الوهاب هو العليم، هنايا يعني الحمد لله ما كيبقاش الحسد في قلب الإنسان وما كيأثرش عليه، حيت عارف أن كل شيء بيد الله. وإذا ما كانوش هاد الصفات أكيد الإنسان ما كيدخل عليه الشيطان كيتولد عنده هذا الفعل الغريزي السيء اللي هو الحسد، حيث ما كاينش الإيمان، القلب خاوي من الإيمان. لهذا فالشيطان لعنه الله كيستغل ديك الفراغ وكيعمره بالحسد. حنايا تقدر تراودنا شي أفكار تقولنا بأن ربي هو اللي خلق الحسد، ولكن في الحقيقة لا، ربي ما كيخلقش الأشياء القبيحة، حاشا سبحانه. بالنسبة لخالقنا فخالقنا يخلق الأشياء الجميلة فقط، والأشياء القبيحة تأتي من الشيطان. عندما ترى أن الحسد بدأ يسيطر على قلبك تذكر قدرة الله عز وجل، وقل لنفسك لماذا سأحسد هذا الشخص والله قادر على أن يعطيني أجمل منه. وصلت آخر فيديو، كنطلب من الله تكونوا استمتعتوا بزاف بهذا الفيديو، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.